مساء الخير. حرصت روسيا منذ تدخلها العسكري في سوريا على إنشاء أذرع عسكرية تابعة لها، ولم تكتفي بالقواعد التي أنشأتها بل سعت جاهدة ليكون لها قوة ضاربة لها على الأرض تدين بالولاء لها وتعمل على تحقيق مصالحها في سوريا. تلعب التشكيلات المسلحة التي تتحكم فيها روسيا في سوريا أدوارا مختلفة في الصراع الدائر، يوجه أغلبها نحو تمكين النفوذ الروسي من المناطق الاستراتيجية التي يسيطر عليها. فروسيا لم ترضى أن يقتصر دورها على دعم ميليشيات أسد الطائفية والميليشيات الإيرانية، وإنما تفكر بأبعد من ذلك، أي قيادة العمليات البرية والإشراف عليها بشكل مباشر دون الحاجة للاعتماد على الميليشيات التي تديرها إيران. ميليشيات وفرق عديدة أنشأتها روسيا منذ 2015 للتحكم بمقاليد الأمور على الأرض، منها الفرقة 130 مشاة محمول وأيضا صقور الصحراء والفيلق الخامس، في محاولة من روسيا لبناء ميليشيات سورية موالية لها بشكل كامل ليكون ضمانة مستقبلية للمصالح الروسية في سوريا. وأحدث التشكيلات التي قامت روسيا بإنشائها هي اللواء 16 الذي أوكلت قيادته للعميد صالح العبدالله المعروف بالسبع، فيما لم يعرف إلى هذه الساعة أعداد المنضمين لهذا اللواء وأيضاً ما هي المهام المكلة إليه. وهنا نتساءل، ما هي الأهداف من وراء إنشاء اللواء 16؟ ولماذا تم اختيار شخصية السبع لقيادته؟ وما هي المهام التي ستوكل إليه؟ وهل من الممكن أن تحل هذه الميليشيات مكان الميليشيات الإيرانية؟ أم أن مهامها ستقتصر على دعم وحماية القواعد الروسية في سوريا؟ هل تسعى روسيا من خلال إنشاء ميليشيات موالية لها للاستغناء عن الدور الإيراني براً؟ ألم تثبت تجربتها مع الفيلق الخامس فشلها؟ هل تريد أن تسحب البساط من ميليشيات أسد وإيران وتصبح روسيا والموالون لها القوة الضاربة براً وجواً؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. كشف موقع زمان الوصل عن تشكيل عسكري جديد بدأت روسيا بإنشائه، وأوكلت موسكو قيادة اللواء الجديد إلى العميد صالح العبدالله نائب سهيل الحسن، في خطوة رآها البعض أنها تأتي لفرض هيمنتها على كافة الأصعدة في الأراضي السورية. المزيد في التقرير ونعود للنقاش. تحاول روسيا أن تثبت أقدامها على الأراضي السورية عبر تجنيد ميليشيات تدين بالولاء المطلق لها، ويبدو أنها تريد أن تستغني عن الميليشيات الإيرانية التي باتت تشكل هاجساً يؤرقها وينافس مصالحها في سوريا. لذلك عملت على استقطاب ميليشيات محلية خارجة عن سيطرتها ومعاملتها وفق أساليب تحررها من قيود التبعية الإيرانية بتنظيمها وتدريبها بغية استخدامها وفق أجنداتها، سواء ضد إيران أم ضد قوى الفصائل المسلحة. مصادر إعلامية أشارت إلى أن روسيا شرعت بتشكيل لواء جديد يتبع لها بشكل مباشر قبل عدة أيام، دون التمكن من رصد أي معلومات أخرى عن عدد عناصر اللواء الجديد والأماكن التي يعمل بها، بعدما أشرف على تشكيله ضباط الروس من قاعدة حميميم الجوية في منطقة جبلة بريف اللاذقية. وعينت روسيا العميد الركن صالح العبدالله الملقب بالسبع قائدا للواء 16 المشكل حديثا، الذي كان يشغل منصب نائب للعميد سهيل الحسن قائد الفرقة 25 مهام خاصة. تعمل موسكو على الإمساك بخيوط اللعبة السياسية والعسكرية في سوريا، وفي سبيل ذلك تبني قاعدة من موالين لها، وذلك باعتمادها على أطراف داخلية عسكرية وسياسية تؤثر مصالحها الخاصة على المصلحة الوطنية، وتقدم خدماتها على شكل استرزاق بالانتقال من الحضن الإيراني إلى الحضن الروسي. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا العقيد أحمد الحمادي، المحلل العسكري معنا من إسطنبول، كما ينضم إلينا أيضا المحلل السياسي أحمد مظهر سعده معنا من غازي عنتاب. مساء الخير وأهلا بكما سيادة العقيد. أنباء تدور عن محاولات روسيا لتشكيل لواء جديد تحت مسمى لواء 16، برأيك ما هي الأهداف التي
تريد روسيا الوصول إليها من وراء إنشاء لواء جديد يتبع لها. مساء الخير، تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. روسيا منذ بداية تدخلها في سوريا كانت تريد أن تنهي عملياتها ضمن عدة أشهر، ولكن حتى الآن 5 سنوات ولم تنهي هذه العمليات، ولا تزال هناك يعني مسافات طويلة حتى يمكن أن نقول بأن روسيا أنجزت مهمتها، وهي مساندة نظام الأسد وبسط سيادة هذا النظام على كامل الأرض السورية. الروس والإيرانيين هم متحالفون في شيء ما، حيث تقوم روسيا بدعم القوات البرية الإيرانية المشكلة من المزينبيون وطائفيون وأبدال وحزب الله والحرس الثوري وغيره من الميليشيات التي تدعمها إيران، والتي طغت على الحالة العسكرية الروس السورية، والتي بدأت تستأثر بكل القوة العسكرية على الأرض وتفرض حال هذه القوات حالها على هذا النظام. هذا أزعج الروس، وربما على المدى الطويل أزعج حلفاء الروس أو ربما المحيط كالإسرائيل السعودية ودول عديدة في المنطقة لا تريد لإيران أن تكون لها اليد الكبرى في هذه المنطقة. لذلك لجأت روسيا ومن خلال مصطلحات تنظيم الجيش وإصلاح جيش النظام بتشكيل الفيلق الرابع والفيلق الخامس وال25 مهام خاصة والفرقة 30 وغيرها، ويندرج هذا اللواء 16 من ضمن الموالين والمنشقين ربما وبعض القوات الغير نظامية، يعني غير مؤطرة بشكل جيد، تقوم على دمجها بلواء معين ودعمه ماديا ومعنويا وعسكريا وتدريبيا، حيث أن صالح العبد الله وهو نائب سهيل الحسن لديه ثقة يعني لدى سيادة العميد سيادة العقيد مهمة. نعم يا كنت تتحدث عن مهمة صالح العبد الله. نعم، يعني صالح العبد الله هو نائب سهيل الحسن ويتمتع بمصداقية لدى الروس، لذلك تم إسناد هذه المهمة له. وهذه المهمة يقوم مثلا هو والنمر وغيره بتجميع بعض الفصائل أو الميليشيات الموالية لهذا النظام بطريقة أو بأخرى على شكل لواء ليتم تدريبه وتأهيله تحت إشراف الروس، ليكون قطعة عسكرية منضبطة أكثر من أجل إصلاح الجيش. هكذا يريد الروس تسميت هذه التشكيلات، لأن الروس يدركون تماما بأن جيش النظام فقد قدرته القتالية وفقد الكثير من عملياته وأموره العسكرية. نعم. لذلك تقوم روسيا على تشكيل هذه الفصائل أو هذه الألوية والفرق من أجل إحلال هذه القوات مكان القوات النظام، وربما من أجل سحب البساط من تحت أقدام الإيرانيين الذين أزعج الكثير منهم توقيع إيران اتفاقية حصرية مع النظام عسكرية في العام 2018، والتي جعلت من إيران عبارة عن مشرف لقوات النظام ودعم قوات النظام وربما يعني تصنيع جديد لقوات النظام وإعادة هيكلته. طيب أستاذ أحمد، هل تتفق مع سيادة العقيد بأنه روسيا تسعى للتخلص من حليفها الإيراني بريا على أقل تقدير عبر تشكيل هذه الألوية والسيطرة على البر والجو؟ كل التحية لك وللمشاهدين جميعا ولضيفك الكريم. الحقيقة لعل جذر المسألة يعود إلى حالة التنافس بل التناحر حقيقة بين الوجود الاحتلالي الروسي على أرض سوريا والوجود الاحتلالي الآخر المنافس له وهو الوجود الإيراني وكل ما يتبع له من ميليشيات طائفية كانت قد استقدمت إلى الساحة السورية من أجل أن تكون مجالا لمشروع أو لتنفيذ المشروع الإيراني في المنطقة برمتها. أعتقد أن المسألة نعم هناك حالة تنافس وتناحر وتقاسم إن صح التعبير
الروس يستشعرون حقيقة أن الإيرانيين يتمددون وهم غير آبهين بكل التهديدات من أجل إخراجهم من سوريا، ومن ثم فإن النفوذ يزداد ويزداد والهيمنة تزداد على السلطة السورية المتحكمة في المهاجرين إن صح التعبير. لذلك أعتقد المسألة تأخذ هذا المنحى، وليست المهمة وليست التغيرات التي نسمعها بتشكيل لواء أو تشكيل فيلق أو ما شابه يعني ذات أهمية شكلانية، بقدر ما أنها تعود كما قلت إلى جذر المسألة وهي حالة التناحر. يعني الأشخاص لا يهم السبع أم النمر أو قد يأتي بكرة ابن آوى، ليس مهما هذا بقدر ما أن الوجود الروسي بحد ذاته وبعد التفويضات المتتابعة الأمريكية للروس في الجغرافيا السورية يستشعر الروس أنهم فعلا قد امتلكوا الحالة بسوريا، ومن ثم لابد من وجود عسكري قادر على تنفيذ ليس فقط أجنداتهم وإنما إلحاق الهزيمة بمن ينافسهم في المستقبل إن لم يستطيعوا إخراجه أو المساعدة على إخراجه. قد لا يكون اليوم الروس قادرين على إخراج الإيراني، لكنهم عبر استمرار وتمدد نفوذهم على حساب النفوذ الإيراني في الساحة السورية والجغرافيا السورية قد يستطيعون في المستقبل أن يكون فعلا لهم اليد الطولة بعيدا عن أي نفوذ آخر، في وقت نشهد فيه جميعا حالة الانكماش الإيراني في المنطقة برمتها، لأن الاقتصاد المتدهور والحصار والعقوبات ومن ثم قيصر على ليس فقط النظام وإنما من يتعاون معه من إيراني وسواهم يستشعر أو يعيد المسألة إلى الروس على أنهم يجب أن يستمروا في الضغط بهذا المجال وأن يتمكنوا على الأرض عسكريا واقتصاديا وسياسيا أيضا لكي يكونوا هم الأقوى حقيقة والفاعلين. وطبعا هذا لا ينفصل بتاتا عن ما حصل في الشهر الفائت من تعيين مندوب سامي للروس في سوريا، ومن ثم المسألة السياسية بيد لابد أن تكون المسألة العسكرية التابعة وليس فقط المنفذة عبر حميميم وإنما التابعة عبر ميليشيات وفصائل وفيالق. وطبعا بالتأكيد لا يغيب عن بالنا ما حصل بالأمس وأول أمس في درعا عندما الفيلق الذي يتبع الروس أو مدعوم فيلق المصالحة للروس استطاع أن يتحدى الوجود الإيراني والميليشيات في محجة وفي قرية أخرى ويسيطر على حاجز، لأنه تم اعتقال أحد رؤساء مجالس المحلية القدامى، وهذا أدى إلى أن يأخذوا ضوءا أخضر من الروس لكي يستطيعوا الاستيلاء على الحاجز ويقتلوا عددا من القوات النظام السوري والفرقة الرابعة، وأعتقد كان بينهم ضابط برتبة رائد. هذا يشير إلى أن هناك حالة من الهيمنة الروسية. نعم سيادة العقيد، يعني بحسب النقاط التي ذكرها الأستاذ أحمد وأيضا اللي ذكرتها حضرتك، أنه تجميع ميليشيات على شكل ألوية أو فرق لتتبع إلى روسيا بشكل مباشر ويعني يكون هذا الولاء لروسيا، كما نعلم جميعا أنه هذا اللواء 16 الذي نتحدث عنه هو ليس اللواء الأول الذي تقوم روسيا بإنشاؤه، وكانت تسعى سابقا إلى إعادة هيكلة ما يسمى الجيش التابع لنظام الأسد. هذا اللواء تحديدا 16 يستقطب المقاتلين يعني الذين هم رسميين لم ليسوا بمنشقين عن ميليشيا أسد، هل ترى بأنها عبر هذه الألوية وعبر هذه الفرق هي تسعى لإعادة هيكلة ما يسمى جيش ميليشيا أسد، وهل قد تنجح بهذه الطريقة مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الفرق والألوية السابقة؟ بالنسبة للروس هم يعتبرون الحالة استراتيجية، هم يراهنون على المستقبل بتشكيل هذه القوات، فيلق رابع، فيلق خامس، فرقة 30، 25، وكذلك هذا اللواء، من أجل زيادة القوة العسكرية الروسية الموالية لهم 100% على حساب قوات ميليشيات الإيرانية المتواجدة بالكثرة والتي أصبحت طاغية على قوات نظام الأسد. أما من حيث النجاح فأتوقع بأن هؤلاء نفسهم هم من كان في جيش النظام
بالتالي تقوم بتدريبهم ووضع قوات أو قائد من قوات النمر الموالية بشكل كبير للنظام الروسي أو للمحتل الروسي، أتوقع يندرج في هذا الإطار، لأن قوات النمر أثبتت بأنها موالية بشكل كبير للروس، ولذلك يتم استنساخ بعض القادة منها وبعض المجموعات على أن تكون هذا اللواء ربما يكون نواة ليكون أكبر من اللواء، وربما يتطور إلى فرقة أو غير ذلك. لذلك يعني الروس والإيرانيون لديهم نهجان مختلفان في إصلاح قوات النظام أو تقوية النظام والحفاظ عليه. الإيرانيون من خلال الميليشيات الشيعية الطائفية من أجل الهيمنة على الحالة السورية بشكل كامل، أما الروس لديهم رؤية مختلفة، فهو إنشاء قوات محلية من نظام الأسد أو ربما من الميليشيات التي كانت موالية لنظام الأسد والتي تقاتل معه، ودمجهم بألوية أو فرق، ومن ثم تدريبهم تدريبا خاصا وإشرافا روسيا مباشرا، من ثم تصبح هذه القوة قوة فاعلة ويتم الاعتماد عليها بعد أن أنهكت الحرب 9 سنوات قوات النظام وكل القوة العسكرية للنظام. وهم يدركون أن أي انسحاب لهذه القوات الروسية أو الإيرانية النظام سيسقط لا محالة، لذلك يتم القيام بهذه المجموعات أو تشكيل هذه المجموعات من أجل الحفاظ مستقبلا على نظام الأسد، لأنهم أدركوا طيلة 9 سنوات من عمر الثورة السورية بأن الجيش وهؤلاء الميليشيات هم من قاتلوا الثورة السورية وحافظوا مع الدعم الروسي طيب والإيراني. سيادة تعقيد، يعني بالنظر إلى هذه المجموعات، هل هي قادرة على القتال إلى جانب بعضها البعض؟ هل هنالك انسجام بين هذه المجموعات، وخصوصا يعني أنه نرى ولاءات شخصية داخل هذه المجموعات؟ هذه المجموعات تسمى مجموعات خاصة يتم إنشاءها ومن ثم زجها في معركة معينة أو جزء من معركة لتنفيذ مهام أقصد معينة. إذا كان يعني المشروع الروسي هو أوسع مما نراه، هو مستقبلي، هل هذه الميليشيات قادرة على تأسيس أي نواة للمستقبل؟ بالتالي يعني تجميع هذه القوات ربما دمج مرة أخرى وإعادة تدريبها وهيكلتها تصبح أكثر تماسكا وأكثر انضباطا إذا كانت لديهم الروس القدرة المادية والمعنوية والتسليحية والتدريبية، رغم بأن هذه الميليشيات بالتالي كلها هي ميليشيات من لون واحد داعمة لقوات النظام، ودائما يعني هي قوات مستفيدة يعني مستفيدة أو نوع من المرتزقة، يعني إذا لم تعطيهم روسيا ربما تعطيهم إيران فيتم الانسحاب. ورأينا بأن مجموعات الفيلق الخامس وغير والفيلق الرابع وغيرها سقطت في الاختبارات عديدة، لذلك لا أتوقع بأن النجاح سيكون محالف لهذه الفصائل وهذه الميليشيات على المدى البعيد، لكن الروس يحاولون إنشاء قوى بديلة أو موازية للوجود الإيراني وللقوات الإيرانية والميليشياوية الطائفية الموجودة في سوريا من أجل توازن القوة أو من أجل كسب الكثير من القوة، لأن لديهم قواعد ولديهم اقتصاد ولديهم أمور عديدة يريدون الحفاظ عليها بعد أن توغلت إيران، وخاصة بأن إيران اليوم أصبحت يعني موجودة ضمن دائرة الضوء، عليهم أمريكا تقول عليها الخروج، إسرائيل عليها الخروج، الدول العربية عليها الخروج من سوريا، وهناك يعني نوع من الحصار والضغط العسكري على القوات الإيرانية، لذلك يحاول الروس إنشاء كيانات بديلة عسكرية تكون موالية لها بشكل كامل من أجل مسك الأرض، ربما بدل عن أن تقوم روسيا بدعم القوات الإيرانية على الأرض.
أستاذ أحمد، هذه الميليشيات التي تقوم روسيا بإنشائها ألا تعزز الحالة المافياوية في سوريا، وخصوصا أن هذه الميليشيات ولاء لقائد هذه الميليشيا وبالتالي ولاء هذا القائد لروسيا، وهي تعمل يعني كأعمال عصابات، إضافة إلى أسماء قادة هذه الميليشيات مرتبطة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟ يعني بالتأكيد الاتحاد الروسي وبوتين بشكل أساسي بنى أصلا في روسيا دولة مافيات، فكيف يتعامل في دولة صغيرة مثل سوريا محتلة من قبل قواته؟ بالتأكيد سوف ينتهج نفس النهج الذي بناه في موسكو، بمعنى آخر هذه الميليشيات أو المافيات أو العصابات التي تتبع حميميم والتي تتبع الجيش الروسي بالتأكيد لن يكون لها القدرة على الفعل بقدر ما أنها تتابع وتأخذ التمويل والدعم وكل ما تطلبه من الداعم الروسي. هون بالعودة إلى مسألة أساسية هي السياسة، حقيقة الروس يشتغلون بالسياسة في الحالة السورية بشكل حثيث خلال الفترة الماضية، عندما يتحدثون عن إعادة تدوير النظام أحيانا ثم ينتقصون من ذلك بالعودة إلى بعض الفعاليات الأخرى، عندما التقوا بالفئات العلوية في قيادات علوية منذ الأسبوع الفائت، وأيضا التقوا بوغدانوف زار الدوحة والتقى بمعاذ الخطيب، ومن ثم فهذه النقاط الارتكاز يحاولون أن يكون لهم مراكز قوى فاعلة في المستقبل عسكرية وسياسية، يشتغلون على كل المناحي لأنهم حقيقة يتطلعون إلى المستقبل، وهم كما قلت تم تفويضهم أمريكيا في الحالة السورية، هذه الحالة السورية التي تم التفويض فيها، وبالتالي أعطوا ما لديهم لإسرائيل من أجل أن تقصف وتضرب الميليشيات الطائفية حزب الله والإيراني وما سواهم، أعتقد يمتلكون الأرضية المناسبة للاستمرار هنا في وجود قوة عسكرية كبرى لهم في حميميم وسواها، وفي وجود تغطية إقليمية ودولية واتفاقات بروتوكولية ومصالح مع الدول المجاورة وأيضا مع الأمريكان أساسا. أعتقد أن العلاقة أيضا الروسية الإسرائيلية تساعدهم بالاستمرار في تنفيذ هذه الأجندات، ولعل ولكن هذا على صعيد إقليمي ودولي أستاذ أحمد، صحيح يعني كل ما ذكرته على صعيد الإقليمي وأيضا الدولي، ولكن داخليا هل هذه الميليشيات قد تحقق لروسيا ما تطمح إليه على الأرض في سوريا؟ يعني على المدى المنظور نعم، لأنها قادرة على دعمها وقادرة على المنافسة حقيقة في ظل كما قلت قبل قليل التراجع والانكماش الحقيقة الظاهر للإيرانيين. الإيرانيين لم يعودوا تلك الدولة الكبيرة التي تدعم وتضخ الأموال وما شابه ذلك، الرواتب عند الميليشيات الطائفية التي استجلبتها إيران تنخفض إلى النصف وما دون، المخصصات المدعوم فيها حزب الله تنخفض إلى النصف وما دون، الوضع الاقتصادي المتدهور، الليرة أو الريال الإيراني الذي فقد كل ما فيه من محتوى لم يعد قادرا على شراء شيء، حالة الانتفاج والانتفاضة الكبرى في الداخل الإيراني في الأحواز وغير الأحواز طبعا ضد النظام الإيراني الملالي، كل ذلك يؤدي إلى أن الحالة بالنسبة للإيرانيين لم تعد كما كانت، ومن ثم سيقتنص الروس الفرصة ليتمكنوا أكثر ويحققوا نفوذا عسكريا وسياسيا واقتصاديا منفعيا براغماتيا في الحالة السورية، وأعتقد أن الجو مواتي لهم حاليا، ولكن بالتأكيد على المدى المستقبلي المستقبل هو للشعب السوري وللوجود الشعب السوري الذي خرج من أجل حريته وكرامته ولم يخرج من أجل أن تأتي دولة ما تحتل أرضه، روسيا أو أمريكا أو أي دولة أخرى. أعتقد أن المستقبل هو للشعب السوري وليس للروس بالتأكيد، هؤلاء الروس هم وأزلامهم وهم الإيرانيون سيخرجون مذلولين بإذن الله من الحالة السورية، لأن الشعب السوري بالتأكيد رافض لهذه الوجودات الاحتلالية، ولن يتمكن لا روسيا ولا سواها من أن يحتلوا سوريا التي كانت دائما وعلى الدوام قامت وتضحت بمليون شهيد من أجل الحرية، والحرية أولا حقيقة وقبل كل شيء، وبالتالي إن لم يتحقق الحالة الحرية للشعب السوري لن يصمت ولن يقبل بوجود احتلالي لا من إيران ولا من روسيا، وروسيا تدرك ذلك، لذلك هي تحاول الفترة الأخيرة أن تلعب على المسألة هنا وهناك وتقول للمعارضة بين الفينة والأخرى أنها غير متمسكة ببشار الأسد بل متمسكة بمصالحها، وقد حكت ذلك لأكثر من
قيادات معارضة وأكدت أن المصالح هي الأهم، ومن ثم المصلحة الروسية حاليا تقتضي التعاون مع الجميع، وهو ما لاحظناه كما قلت بالاتصالات المباشرة مع بعض أطراف المعارضة، ومنها بالتأكيد الشيخ معاذ الخطيب وما يمثل من حالة دمشقية لها وجود ولها قبول شعبي إن صح التعبير. سيادة العقيد، هل تعتبر روسيا بأنها حققت فعلا نجاح داخل الفيلق الخامس وما قامت به، وخصوصا يعني أنه نرى ما يجري في درعا، وهل بناء على هذا النجاح إذا كانت تعتبره روسيا تقوم بإنشاء هذا الفيلق أو هذا اللواء 16، وهل ستكون يعني محاولة لتصحيح ما ارتكبته في الفيلق الخامس؟ الآن يعني الاعتماد على نوعية المقاتلين الذين ينضوون تحت هذه الألوية أو الفرق التي تشكلها روسيا، هم من المعارضة السورية ومن الموالون ومن المتهربون من الخدمة العسكرية إذا صح التعبير من قوات النظام وبعض المشقين، لذلك هؤلاء ولاؤهم كان للثورة السورية وليس لهذا النظام، لذلك يعني تقوم هذه الفرق أو الفيلق الخامس وغيره من هذه الميليشيات التي تشكلها روسيا فقط على الدعم المادي، إذا انسحب هذا الدعم أو ربما أصبحت فرصة أخرى كما حدث في بعض المناطق، يعني نرى بأن الفشل هو حليف هؤلاء، لأن بالتالي أهم من القتال والمادة وغيره هو العقيدة القتالية، العقيدة القتالية التي يتمتع بها الفرد أو المقاتل الذي يطمح ويعرف ويدرك المخاطر التي تحيق ببلده أولا، وثانيا لو جبر على هذه الأعمال، ولكن بالتالي لديه فكرة بأن الروس محتلين وبأن إيران هي آتية للاحتلال وبأن نظام الأسد الذي قتل الشعب السوري لا يمكن أن يكون بديلا أو يكون هو يعني استمراريته هي صحية للشعب السوري، لذلك هذه التجميعات العسكرية نراها دائما هشة وغير متزنة يعني بشكل كامل، فالروس يحاولون فقط تجميع هؤلاء والسيطرة على مناطق معينة، مثلا الفيلق الخامس في الجنوب أعطته روسيا إمكانية السيطرة على مناطقه بنفس الأسلحة وبنفس المناطق حتى لا تدخل الميليشيات الإيرانية، كذلك في هذا اللواء 16 وغيره تعطيهم نفس المهمة القتالية من أجل السيطرة على الجغرافيا والمكوس يعني في نفس المنطقة. هي تعتمد على هذه الميليشيات بقضم هذه المناطق وإحلال بالضبط. ولاء هذه المناطق لروسيا. بالضبط، هذا هو كما قام أحمد العودي بالأمس وقال في بصرة الشام بأننا على نية تشكيل جيش كامل في الجنوب كجيش الجنوب يعني في، وهذا اللواء سيكون بالطبع موالي للروس ومعادي للإيرانيين أو للوجود الإيراني في الجنوب، لذلك روسيا تقوم بدعم هؤلاء للمسك أرض التي يسكنون بها لتكون هذه الأرض موالية للروس ولا يدخلها الإيرانيين ضمن التنافس أو ضمن الاستراتيجية الروسية التي تريد تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، لأن النفوذ الإيراني في المنطقة لا يريح الولايات المتحدة وإسرائيل والدول المحيطة في سوريا. أستاذ أحمد، هل ستقف إيران متفرجة على ما يجري وخصوصا أنها دفعت بميليشياتها وخصوصا القوات البرية للقتال إلى جانب روسيا في البدايات؟ يعني هي بالأساس لن تقف متفرجة ولم تقف متفرجة، وشهدنا خلال الأسبوع الفائت أو الذي قبله كيف تحرك وزير خارجي الإيراني باتجاه أنقرة ثم موسكو من أجل حل بعض الإشكالات والخلافات، لكن هل هي قادرة اليوم بإمكانياتها العسكرية والاقتصادية وبوضعها الإقليمي على فعل شيء جدي وحقيقي في الحالة السورية؟ يعني هل ما زالت إيران هي نفسها إيران 2011؟ بالتأكيد لا،
تغيرت الكثير من المسائل والقضايا، تغيرت الكثير من القضايا على الأرض، وتغيرت الحالة الإقليمية، تغير الحالة العقابية، الوضع الإيراني الداخلي أعتقد أنه في أسوأ حالاته، وهذا ما يؤكده المعارضة الإيرانية المطلعين على الداخل، يؤكدون على أن لم يصل الوضع الإيراني في الداخل كما وصل الآن، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا مجتمعيا. الحالة برمتها، حتى قضايا العسكرة وقضايا إنتاج أسلحة حديثة غير قادر الميزانية الإيرانية على هذا الإنتاج، لأن هناك حالة جوع حقيقية بالشارع الإيراني، ويتوقع المعارضين الإيرانيين أن انتفاضة الجوع هي قاب قوسين أو أدنى بالحالة الإيرانية، لأن الوضع لم يعد يحتمل. نعم. لذلك القضية هنا، هل تستطيع فعلا؟ هي غير قادرة. أنا أعتقد أن الإيرانيين غير قادرين حاليا على مواجهة الروس. هم من مصلحتهم أن يطمروا ويمسحوا جوخ كما يقال بالعامية للروس، من أجل أن يكون هناك علاقة تبادلية مصلحية بينهما. وأعتقد أنهم يعملون حاليا على قمة قادمة قد تكون بين إيران وروسيا وتركيا، من أجل حل هذه الخلافات والإشكالات، ومن أجل البقاء على الحد الأدنى من المصالح الإيرانية في الجغرافيا السورية. وهذا ما أعتقد حاول العمل عليه خلال اليومين الماضيين، عندما زار خليفة المقبور قاسم سليماني البوكمال، وحاول أن يبني أو يؤكد على الدعم المباشر، وعلى أن كل القصف الذي مني به الوضع الإيراني في سوريا هو يعني لن يؤثر عليه، وأنه هو باقي في الجغرافيا السورية. وأعتقد أن هذا أدى إلى أن هناك تحركات أيضا روسية في مواجهته بطريقة أخرى، عندما تمددت خلال الأيام الماضية قوات روسية باتجاه الصحراء تدمر وما بعد تدمر، من أجل أن يكون لها وجود فاعل، وأيضا من أجل أن يكون هناك رضا أمريكي وإسرائيلي على الحالة الروسية في مواجهة التمدد الإيراني أو الوجود العسكري الإيراني الذي يحاول أن يبقى دون قدرة على البقاء. نعم سيادة العقيد، بالنسبة للوجود العسكري الإيراني الذي يحاول أن يبقى كما وصفها الأستاذ أحمد مظهر وغير قادر على البقاء، هل الشخصيات الموالية لإيران والمنضوية ضمن ميليشيات أسد ستقف أيضا متفرجة على ما يجري، وخصوصا أننا نعلم هنالك حالة من التناحر بين هذه الشخصيات؟ بالنسبة للوجود العسكري الإيراني والميليشياوي، هو نابع من الدعم العسكري والمالي الإيراني، كما تفضل الأستاذ أحمد بأن إيران غير قادرة اليوم على دفع ما كانت تدفعه سابقا لهذه الميليشيات، لذلك نرى بأن هذا الوجود هو يأخذ كذلك شكلا عقديا مختلفا عن الشكل المادي، يعني ليس فقط المادة هي التي تجعل هؤلاء الذين أتوا من أجل حماية المراقد أو من أجل ما روجت له المكنة الإعلامية الإيرانية بأنهم أتوا لن تسب زينب مرتين وغير ذلك من هذه الشعارات التي استقطبت عدد كبير من هؤلاء من أفغانستان وحتى كل مناطق العالم. لذلك الوجود العسكري الإيراني اليوم يتمدد اجتماعيا، يتمدد ثقافيا، وهو مرتبط بحالة عقدية وليست فقط حالة مادية أو سياسية، لأن الإيرانيين يحاولون أن يمدوا هذه المنطقة من البحر وحتى طهران، وأن يعني يدرك الإيرانيون بأن خروجهم من سوريا يعني خروجهم كذلك من لبنان. اليوم حزب الله موجود في لبنان وهو الذي يسيطر على الدولة اللبنانية، فخروج إيران بهذه الطريقة مزلة من سوريا أو بشكل آخر فيعني بانهيار هذا الحلف الذي بنته إيران منذ 79 حتى الآن. نعم. في العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان. لذلك تحاول إيران وكل أذرعها الموجودة فيه على المنطقة التمسك ما أمكن على الثوابت أو على المكاسب التي حققوها في الحالة السورية والحالة في المنطقة. العقيد أحمد الحمادي، شكرا جزيلا لك المحلل العسكري، كنت معنا من إسطنبول. أشكر أيضا المحلل السياسي أحمد مظهر سعد، كان معنا من غازي عتاب. مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، بأمان الله.